بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فلدي تعليق من التعليقات الغبية يقول: عقيدة الأشاعرة هي عقيدة أسست من ثلاثة أمور فاسدة وفاسقة وربما كفر. تعال شوية فتاح يا رزاق. الأول، تقديم العقل المتنوع، هكذا يكتب، عن القرآن والكريم والسنة النبوية المطهرة وآثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذا أبو جهل. أبو جهل ما هو؟ هذا تقديم العقل المتنوع. من قال من الأشاعرة إن العقل المتنوع يقدم على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب لماذا أذكر هذه الأشياء؟ لأن هذه نسخ متكررة من تصورات وأوهام الجهلة من الحشوية تجاه أهل السنة والجماعة. هذا لا يوجد في عقل أشعري واحد في العالمين، وقد بينا هذا مرات وكرات. نعود إلى التعليقات بعد قليل. إنكار حجية أحاديث الآحاد الصحيحة، وهذا جهل مركب. أيضا لم يقل واحد من الأشاعرة بإنكار حجية الأحاديث الآحاد الصحيحة، ما أحد ولا واحد أشعري أبدا قال خبر واحد الصحيح ليس حجة. ما قال أحد من الأشاعرة، أتحداه يأتي بواحد من الأشاعرة يقول هكذا بهذا اللفظ، إنكار حجية الأحاديث الصحيحة، أو يقول أن الأحاديث الصحيحة ليست بحجة. ما قال أحد بهذا. قالوا قولا سأذكره بعد قليل. ثالثا، تحريف نصوص الصفات حتى تتوافق مع عقولهم، وهذا ما لم يفعله أصحاب النبي كلهم. يقول: وهذا جهل وحماقة. فاتني أقول في إنكار حجية الأحاديث الصحيحة هذا جهل مركب. طيب نبدأ بالقضية الأولى. على فكرة هذا موجود في تصور كل وهابي عن أهل السنة والجماعة الأشاعرة، وهناك من يغذي هذه التصورات الفاسدة الكاسدة في عقول أتباعه. تقديم العقل على القرآن، لم يقل بذلك أحد من المسلمين، حتى المعتزلة، ليس الأشاعرة، حتى المعتزلة. المعتزلة ماذا فعلوا؟ عندهم قانون فيه صواب وفيه باطل. باطله ما هو؟ إذا ما أتى بفهم جديد لا تعرفه لغة العرب، وحمل النص القرآني على ما لا تعرفه الصحابة. هنا المشكلة التي وقع فيها المعتزلة، فأنكروا الرؤية لله سبحانه وتعالى وأولوها بتأويل لا تعرفه الصحابة. الصحابة ما قالوا هذا. الأشاعرة يقولون العقل ينقسم إلى قسمين، من أراد الاستزادة في هذا فليقرأ كتابي مثلا معايير القبول، أو يرجع إلى كتاب موقف العقل لشيخ الإسلام مصطفى صبري، أو ليقرأ مثلا كتاب قانون التأويل الصغير هذا لحجة الإسلام الغزالي. كلها تبين لك هذا الذي أقوله لك. العقل برهاني واستحساني. الاستحساني هذا اللي يسميه أخونا العقل المتنوع، هذا الذي يقول الإمام مالك عنه ماذا؟ أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا كتاب ربنا وسنة نبينا لجدله. هذا المراد به يعني الشهوات، لا يرى الحجاب فرضا، يرى أن تسوى بين الرجل والمرأة في الميراث، أن يسوى بينهم في الميراث، يخالف دين الله سبحانه وتعالى بالهوى، يرفض الحجاب، يرفض الحدود، كل هذا بالهوى. هذا اسمه عند الأشاعر العقل الاستحساني، هذا الذي قال فيه الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. أما حجية الإحسان فموضوع آخر، ليس هذا مقام بحثه. فالاستحسان العقلي المجرد ممنوع في الشريعة. يأتي الوهابية بأقاويل السلف في التحذير من العقل الاستحساني هذا، ويوهم الناس
أن الأشاعرة قالوا بالعقل الاستحساني وهذا لم يقل به أحد. طيب ما هو العقل الذي يحتج به الأشاعرة؟ هو العقل البرهاني. ما هو العقل البرهاني؟ العقل البرهاني هو القطعي. كيف العقلي القطعي؟ يعني أن لا يكون هناك سبب للكون، أن يكون الكون بلا سبب، حصل بلا مسبب. العقل يقطع بأن هذا باطل، فلا بد من سبب. قانون السببية أو قانون العلية، قانون منع التناقض، يستحيل أن يجتمع النقيضان. فالأشاعرة يقولون إذا جاء نص يقول أن النقيضان يجتمعان، عند ذلك هذا النص يؤول بما يتسق مع العقل، لأنه مستحيل. مستحيل. يعني مثلا النصوص التي تقول إيش؟ مثلا إلا لنعلم من يتبع الرسول، هذا يخالف العقل القطعي. كيف؟ لأن الله يعلم، وليس معناه أن الله سبحانه وتعالى قد شرع هذه الشرائع ليعلم، لأن الله لأن علم الله قديم، فيقول محال أن الله لا يعلم، فلا بد من تأويل هذا النص بما يتسق مع الأدلة القطعية. فهذا هو المراد بأن العقل البرهاني مرجع تستند إليه الشرائع، ولا يمكن للشرائع أن تنقضه. أما العقل الاستحساني فلا حبا ولا كرامة، وهذه أول عقيدة فاسدة في عقول الحشوية، وهم يحذرون صبيانهم من اتباع الأشاعرة. المسألة الثانية، قال إنكار حجية الأحاديث الصحيح غير صحيح، وهذا باطل من القول وزور وبهتان. الأشاعرة هم الذين شرحوا البخاري ومسلم. لماذا يشرحون البخاري ومسلم؟ والبخاري ومسلم كلاهما من الأحاديث الآحاد. لاحظ كل شراح البخاري وكل شراح مسلم أشاعرة، القاضي عياض والنووي وما عرف مين والقسطلاني والعسقلاني والعيني، كلهم أشاعرة وما تريدية. فلماذا يتعبون أنفسهم؟ قال أحد إرمي. طيب لماذا يشرحونها ويتعبون أنفسهم؟ فهذا باطل. الأشاعرة قالوا، أو بعض الأشاعرة قالوا، إذا وجدنا نصا يؤسس عقيدة بحيث يكفر منكره فهذا لابد أن يكون قطعيا، لأن لا نكفر إلا بالقطعيات. ومع هذا خبر واحد المعتضد بالقرائن هذا يعمل به لا محالة. ومع هذا، وذكرت مرات وكرات ربما أكثر من 10 مرات في تسجيلات السابقة، أن أكثر مثال نسب إليه ذلك هو الرازي في كتابه أساس التقديس. إذا ترجع إلى أساس التقديس ذاته ستجد أن الرازي رحمه الله تعامل مع نصوص الآحاد بطريقة التفويض أو التأويل، يعني شرحها، يعني لم يقل آحاد وإرمي وانتهى الأمر، لا، هذه أوهام وأباطيل في عقول الفرقة الوهابية. ثالثا، تحريف نصوص الصفات، هذا باطل. ايش التحريف؟ ما هو التحريف؟ ما هو التحريف؟ ان تقلبه عن وجهه. اين التحريف هذا؟ سيأتي الوهابي ويقفز ويقول تقولون استوى استولى، طيب انتم تقولون استوى جلس، جلس هذه لم ترد. تقولون استوى استقر وايضا لم ترد باسناد صحيح، وردت في اسناد ظلمات بعضها فوق بعض. استوى في لغة العرب لها معاني عديدة، منها جلسة، منها جلسة حتى ينازع فيها كثير من العلماء، منها نضجة استوت الفاكهة، منها استقر واستوت على الجودي، منها قصد واستوى إلى السماء، منها كذا منها كذا، ومنها استولى. وقد جاء في فصيح كلام العرب كما أثبته الطبري رحمه الله. فحينما يختار واحدا من المعاني ويقول هذا اجتهاد، وقد يكون صحيح وقد يكون خطأ، وأنت تأتي بأقبح المعاني وهو صفات المخلوقين وتنسبه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لا يوجد تحريف يا أخي، هذا الأشاعرة النسخة المزيفة التي في عقلك، النسخة التي أخذتها من جوجل، هذه نسخة مزيفة ليس الأشاعرة. الأشاعرة لا يقولون بهذا، وإلا فأرني هذا من كتبهم. هذا سؤال صادم، هنا الوهابية سيقول لا تقرأوا لأهل البدع، طيب اكذبوا على أهل البدع، طيب هذا لا يجوز هذا الشيء. طيب على الأقل أثبت هذا من كلامهم، اكذبوا على أهل البدع حلال، ويعني لا تقرأوا لهم، أن تقرأوا لهم هذا حرام، هذا شيء، هذا باطل.
أسأل الله لنا ولهذا الأخ المسكين الهداية، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.